على الموسم الجاي، الدنيا بتولع في هلال نصر اتحاد. حتزيد قوة المنافسة، حتزيد المباريات، حتزيد التنافس بشكل أكبر. السنة القادمة حيكون الدوري أصعب بكثير. يبدو أن احنا نستعد لدوري، نربط الأحزمة لدوري أكثر قوة. كل اللاعبين المصريين حيزيد عددهم الموسم القادم في الاتحاد. ما في رحلات مباشرة من ليفربول جدا. والسنة الجاية أكيد توقعاتي أن الاتفاق حيرجع. هذه الأندية ستشارك الموسم القادم بأربع بطولات، فحتكون برضو الإثارة موجودة في كل هذه البطولات. المعاناة اللي عاشها الهلال الموسم الماضي وكنا نتابعها هذه اللي حيعيشها الاتحاد. لا تصدق أن الناس اللي موجودة الآن هم اللي راح تشوفهم في المرحلة القادمة. يجي واحد يقول تجربة الصينية، لا 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 لا، تجربة السعودية راح تكون شيء فاخر من الآخر.